تنبه الفضة تنبه الفضة تنبه الفضة دورنج الموارد بسكسيسيمبيو شرط مكتب المجموعة الإنمائية 2 مليون أوقية فضة غير متوافق 43 إلى 101 2 مليون أوقية الفضة تنبيه الفضة تنبيه الفضة تنبيه الفضة اكتسب دورنج الفائدة 100 في مشروع ديانا سيلفر ليك وهذا يغطي مساحة في ساسكاتشوان في عام 1980 وعمل من قبل كامابليكس وذكرت أنه 1968 إلى 1969 حفر بئرين الشذوذي تتم الإشارة ما يقرب من 5 ملايين طن في المتوسط 0.4 أوقي الأونس في لهجة الفضة والنحاس بنسبة 0.14 الشذوذ الإضافية في منطقة الاستكشاف التاريخي المحيطة ديانا بحيرة وبحيرة دوغة المجاورة تبقى بعد من دي أي إيدي مع إمكانية لمدة تصل إلى 25 مليون طن سلا تقرير التقييم التاريخي تتألف الموارد كامابليكس فر من الشذوذ حدوث دينس في حدود المشروع الفضة ديانا بحيرة دورنجوفي وشمل العمل السابق على المشروع الخنادق الفضة ديانا بحيرة والحفر العديد من الاستيلاء على عينات من منطقتين السطحية أنه لو الاستحسان في العمل التاريخي وأفادت في 1969 و 1980 و 1998 وأحد المجالات تشير التقارير إلى أن يكون بين 5 خنادق تعريضا تم معدن النحاس والفضة لأكثر من 80 مترا على السطح العديد المبلغ مع حفر في المنطقة وأفاد تقرير 1980 جمعت من عينات انتزاع من حفرة واحد الاستيلاء على عينات انتقائية العودة 2458.0 في لهجة الفضة أوقي الأونس 689.7 في لهجة الفضة أوقي الأونس 647.4 في لهجة الفضة أوقي الأونس 600.2 في لهجة الفضة أوقي الأونس 464.6 في لهجة الفضة أوقي الأونس 454.8 للأونسة لهجة أوقية طن فضة في 2458 للأونسة الفضة عينة لهجة انتزاع أفضل من الفضة أي عينة وجدت في أم إيطالية ما مجموعه 13 عينة بدءا من 185.0 في لهجة الفضة أوقية إلى 2458.0 في لهجة الفضة أوقي الأونس الاستيلاء على عينات انتقائية عنها في 1980 من حفرة 2 نحاس بالتقارير مستويات قياسية من 198.0 في لهجة الفضة أوقي الأونس و 197.0 في لهجة الفضة أوقي الأونس المقطع العرضي قدمتها كامابليكس في عام 1980 يظهر النتوءات الودائع الفضة ثم ينخفض تحت الأرض لمسافة والخفاء قبل 43,141 غير متوافقة و 2 مليون أوقية من الفضة تحدث في القسم حفري خريطة 1998 تجميع يظهر استئجار الخنادق والحفر ونحن خارطة المنطقة
مع الاستيلاء على عينات انتقائية المبلغ يصل إلى 2458.0 في لهجة الفضة أو غي الأونس، وتقدير غير متوافق مع 43 إلى 101 ممكن من 2 مليون أوقية من الفضة و44 مليون جنيه من النحاس والفضة وبحيرة ديان المشروعي. ويوفر المواقع استثنائية لاكتشاف دورانجو السي يتلقى الأرض المجاورة اكتشاف الذهب مورو من ميدنور في كبيك. أن اكتشاف الذهب مورو مفتوحة في كل الاتجاهات بما في ذلك في الجنوب، حيث تمتلك دورانجو الأرض سوى 3 كيلومترات من الاكتشاف. والأرض المجاورة جديدة بورصة نيويورك مدرجة تنتهي الموارد بحيرة شور الذهب، ويثني اكتشاف الذهب في تيمينز مرة أخرى على طول الإضراب والاتجاه من الاكتشاف الجديد الرائع حيث ديو وصدر مؤخرا عمل في الماضي من قبل طرف ثالث في عام 1980، وهذا عاد 15,000 أجزاء من البليون من الذهب، حتى أخذ العينات والعديد من المواصلات الجيوفيزيائية تم اكتشاف هذا يوم دي أي دي. والأرض المجاورة نمس كالياثيوم في كبيك، حيث نمس كالياثيوم يتم فتح منجم ليثيوم المقبلة في العالم. ودورانجو بجماتي تتعرض لعدة كيلومترات 1.2 واسعة تصل 500 متر كما ورد في الأعمال المنجزة من قبل طرف ثالث في عام 2011. ورانجو وبورصة طوكيو رمزة وتحديد المواقع لاكتشافٍ.